السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هاد النهار ان شاء الله غنتحدثوا على واحد الموضوع ديال واش خصنا نبقاو نعطيو الارانب الاكل يعني العلف كل ما جاعوا. شحال مبتدئ عنده هاد الخطا هذا، هو في الحقيقه خطا وخطا شائع، ان منين نوقفوا قدام الارانب ديالنا ونحن نحسوا بهم مثلا اما مجبدين بهذه الطريقه تقول له راه فيه الجوع مثلا وراه كيطلب الاكل، او يمشي للعلافه ويبقى يبين لك باللي راه هو باغي ياكل وتنوض نتايا وتبقى تعطيه الماكله، فين ما توقف قدامه تعطيه الماكله. هذا خطا شائع، خاص المربي يفهم اسمه هو مشروع ديال تربيه الارانب. مشروع تربيه الارانب قائم على الضوابط، خاص يكون عنده واحد الوقت اللي كيعطي فيه الماكله، واحد الوقت اللي كيعطي فيه الدواء، واحد الوقت اللي كينظف فيه. الصيف ماشي بحال المشتى، بحال الوقت البارد. ما خصش يتعاطف مع الارانب، يعني يبقى كل هما يحب الارانب، ماشي كنقول ما يحبهمش، ولكن ما يتعاطفش معاهم، يبقى فيما يوقف قدامهم يشوفهم جيعانين يقول لا نعطيهم الاكل. هذه الطريقه شحال من واحد في البدايات، انا براسي في البدايات ديالي ملي كنت عاد بادي كنت كنقول باللي راه هذاك الارنب راه كيستنجد بيا وراه باغي ياكل. سمو كنبقى ندير كنبقى كل في ما يوقف نوقف قدامه نعطيه الاكل. هي ماشي انا كنقول لكم ك يعني اقتصاد الاكل، لا هو راه خطر عليه هو، لان بالنسبه للذكر احنا نهضروا على الكبار، الذكر الا مشى حتى كان سمين بزاف كيولي كيجيه التهاب العقب، ملي كيبغي يطلع فوق النتوه كيبقى يضرب برجليه في السلك كيجي واحد الجروح على مستوى الارجل الخلفيه، هذاك هو التهاب العقب. بالنسبه للانثى كتولي سمينه بزاف، يعني السائل المنوي ديال الذكر ما كيوصلهاش البويضه ديالها وما كيحدش الحمل، وحتى الا كحدت الحمل هي كترميهم، لان كاين ما كيكونش عندها تقلصات كافيه انها يعني يكبروا لها في الكرش، لان حنا كنقولوا المبيض ديالها يعني ما كيتحملش، ما عندوش مساحه اخرى اللي غادي يكبروا فيها واحد 12 صغير ولا 10 ولا 8. يعني كاين هذا خطا، لان الارنب كلا اكثر من الحد ديالو. ماشي تشوفوا الارنب صحيح واحد الام صحيحه وتقولوا باللي راه غادي تولد، بالعكس هي خصها تكون عندها واحد يعني قامه وطول، يعني ما تكونش صحيحه بزاف وما تكونش ضعيفه بزاف، ما تكونش يعني كيبان السنسول ديالها، وانما تكون عاديه، تكون صحيحه. اذا كما قلت لكم ما تكونش غليظه بزاف، ما تكونش رقيقه بزاف. الكميه ديال الاكل اللي كنعطيوها الانثى يعني الام او اللي عاد حامله تكون بالمقاييس، تكون عندها تعطيها 200 غرام، وبالنسبه للانثى اللي ما حاملاش ممكن انكم تعطيوها نصف الكميه، كذلك الذكر حتى هو نصف الكميه 100 غرام. 100 غرام هي طاس ديال 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 ديال, ديال ياغورت وهو خاوي، تعمروا بالسكريم وتعطيهم صافي، هذاك راه كافي ان اليوم كامل. ممكن انكم تعطيهم جوج وجبات، انكم تقسموا لهم هذاك الطاس ديال ياغورت عامر يعني مملوء بالسكريم، تقسموا على في الصباح والعشيه صافي، هذيك راه كافيه هذه الوجبه. اما اذا بقيتوا تعطيو بزاف ديال 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 العلف او السكريم للارانب كونوا متاكدين هذاك راه ضرر غادي تصيبهم ماشي خير. بالنسبه للصغار كذلك، يعني بعد الفطام ممكن انكم الى عطيتهم الاكل بزاف كيتصابوا بالانتفاخات وكيبقاو يموتوا، علاش؟ لانكم عطيتهم اكثر من اللازم. اما الصغار حتى هما عندهم القياس ديالهم نصف طاس ديال ياغورت مملوء بالسكريم كافي للنهار كامل باش ياكل. اذا هذا الحلقه راه مهمه بزاف، حاولوا انكم يعني ماشي تتعاطفوا مع الارانب ديالكم وتقولوا باللي راهم ضعافين او احنا كنربيهم وحنا ما كنتهلاوش فيهم خصنا نبقاو نعطيهم الاكل بزاف. لا، الاكل الكافي اللي غادي ياكلو هو اللي خصو ياكلو، ماشي فيما تشوفوا تعطيه الاكل. انت راك كتقول باللي هذاك حيوان خصني نتهلا فيه، لا ماشي قضيه حيوان تهلا فيه، كون متاكد انه هذاك الشيء راه غادي يضره ماشي غادي ينفعه.
لا بالنسبة للصغار لا بالنسبة للكبار. إذا هذه هي الحلقة ديالنا هذا النهار، حاولوا أنكم تفهموا سمورني قلت في هذه الحلقة لأن راه حلقة مهمة. الحلقة ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم، وأنا راه الإشارة باش نجاوب على جميع التعاليق ديالكم. ساندونو بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.